إذا هلا بدنا نيجي نتطلع على الويف فورمز اللي موجودة هون وبدنا نقسمهم بحيث نشوف بكل فترة من الفترات مين رح يشتغل، رح يشتغل واحد وأربعة ولا واحد وستة، ثلاثة واثنين ولا ثلاثة وستة، خمسة واثنين ولا خمسة وأربعة، وهكذا نحدد بأي رقم نحط وبعدين نشوف إيش الأوتبوت اللي بيطلع. لاحظوا أنا رسمت بس هون R minus S و R minus T، ما رسمت لسه S minus T و S minus R، بس الفكرة رح تكون نفسها ولا رح نشوف إحنا بنشتغل فيها، رح نشوف إيش رح يصير. إذا خلينا نحط هذا الخط هون، خط جديد تحت هون، رح نكتب عليه مين الدايودز اللي شغالة في أي لحظة من اللحظات. رح أحط أنا خط هون، خلينا نحطه خط أحمر هون، وعلى هذا الخط الأحمر رح نقسم لفترات ونشوف إيش الباك أوت فولتج اللي رح يطلع من الريكتيفاير وإيش الدايودز اللي رح تكون شغالة في هذيك الفترة من الفترات. خلينا نبدأ بالفترة اللي موجودة هون، خلينا نبدأ من النقطة هاي في البداية. شايفين النقطة هاي هون تقاطع مين ومين هاي؟ الأحمر R مع T اللي تقريبا وتقاطع R مع T بعد هاي النقطة مين الموست بوزيتيف؟ الأحمر للفترة هاي كلها من هون لهون تقريبا. إذا في هاي الفترة مين الموست بوزيتيف؟ الأحمر. إذا مين راح يشتغل من هون من هذول الثلاثة؟ واحد. إذا هون في الفترة هاي لازم يشتغل معي واحد. طيب مين الموست نيجاتيف؟ نطلع هون. بصير في عندي تغيير مش هيك؟ في البدايه مين الموست نيجاتيف؟ الاخضر. وبعدين مين بيصير الموست نيجاتيف؟ اذا في البدايه بكون عندي ار ماينس، شو اللي بيطلع؟ مين الدايود اللي بيشتغل طيب؟ اس. اذا بده يشتغل اس ما بيشتغل؟ واحد واربعه. اذا رح انزل خط ثاني من هون، كم هاي الفتره صارت؟ 60 درجة. إذا هاي هون 60 درجة. دكتور ممكن يكون في شيء نقطة التقاطع بس إيش هو؟ نقطة التقاطع. نقطة التقاطع إيش بتكون؟ بصير في تحول من دايت لدايت. بصير الكرت، لاحظ سؤالي كويس. في البداية كان شغال عندي واحد وأربعة، مش هيك؟ النيجاتيف كرت كان راجع في مين؟ في أربعة. عند نقطة التقاطع شو راح يصير؟ راح يطفي في أربعة، مين راح يشتغل بداله؟ ستة. فالكرت اللي كان عمال يمر في أربعة، وين راح يصير يمر؟ في ستة. فتحول الكرنت فجأة من 4 على 6، تغير، بطل يمشي في 4 وصار يمشي في 6 عند نقطة التقاطع. إذا في أول 30 درجة من هاي طول الفترة هاي لسه R هو الموست بوزيتيف. إذا في البداية راح يكون عندي مين شغال؟ 1 و4 خلال فترة 60 درجة، وبعدين مين راح يشتغل؟ راح يكفي 4 ويشتغل 60. طيب لما يشتغل 1 و4 شو بيطلع عندي؟ إيش R هون بشوف؟ شو بشوف في R؟ لما يشتغل 1 شو بشوف هون؟ وهون لما يشتغل أربعة شو بشوف؟ S. إذا خلال الفترة هاي مين راح يكون عندي الأوتبوت؟ R minus S. وين R minus S هون؟ هذا الأسود مضبوط؟ أيوه هذا. طيب بعديها إيش راح يصير عندي؟ 1 و6 راح يشتغل، لما يشتغل 1 مين راح يطلع عندي الريزستر مين راح يشوف هون؟ R. ومين راح يشوف هون؟ T. إذا راح يطلع عندي إيش هون؟ R minus T. وين R minus T؟ طيب نمشي كمان 60 درجة، هلا بعد نهاية الفترة هاي فترة ال 60 إيش صار في R؟ مين اللي صار موست بوزيتيف؟ بطل R مش هيك؟ مين صار؟ S. إذا خلال الفترة هاي مين راح يشتغل من هذول الثلاثة؟ ثلاثة. راح يشتغل ثلاثة الفترة الأولى راح يشتغل كمان ثلاثة بالفترة الثانية. هلا بالفترة اللي S هو الموست بوزيتيف، مين كان الموست نيجاتيف؟ في البداية مين كان الموست نيجاتيف؟ تي. وبعدين مين صار؟ R. إذا هو راح يطلع معي S minus T و S minus R. مين راح يشتغل في البداية؟ S minus T معناه مين راح يشتغل؟ راح يشتغل ثلاثة مين؟ مع صفر. مع اثنين، إذا ثلاثة واثنين. وبعدين S minus R مين راح يشتغل؟ ثلاثة وستة. ثلاثة وستة. ثلاثة وستة وثلاثة أنا عكست هاي؟ طيب إذا هون راح يشتغل ثلاثة وستة بعدين ثلاثة أنتم صحيحين شايفين؟ طيب بعدين هلا مين راح يصير عندي ذا موست بوزيتيف بس يخلص اس مين راح يجي؟ تي راح يجي عندي تي وتي راح يضل بوزيتيف لفترة 60 درجة بنفس الطريقة إذا هاي راح تنزل من هون راح يكون عندي إذا تي بوزيتيف اشتغل مين راح يشتغل عندي هون؟ خمسة
مش هيك؟ خمسة البوزيتيف، خمسة هون البوزيتيف، رح يشتغل لمين الموست نيجاتيف خلال فترة تي؟ الموست نيجاتيف عفوا، الموست نيجاتيف ار، إذا رح يكون خمسة واثنين وبعدين رح يطفي اثنين ويشتغل رح يصير الموست نيجاتيف هو خمسة خمسة أربعة. ولما يكون خمسة واثنين شغال شو رح يطلع عندي الأوتبوت؟ تي ماينس ار، تي ماينس ار. ولما يصير 5 و 4 شغال بصير عندي دي ماينس اس، وبعدين رح ارجع اعيد نفس العمليه اللي عندنا من هناك. كل واحده من هذول قديش الدوريشن تبعتها؟ قديش فترتها؟ 60 60 60 60 60 مجموعهم قديش؟ 360. طيب خلينا نطلع فوق شو رح يطلع معي؟ قلنا رح يطلع معي هون ار ماينس اس، ار ماينس تي، بعدين رح يطلع معي اس ماينس تي. اذا رسمتها رح تشوف انه بنفس الخريطة هاي واحد اثنين. رح تصير عندي ما لحد الفترة هون رح يكون الرسم هذا المفروض عندي يكون 60 درجة هدول ار ماينس اس، 60 درجة هدول هدول رح يكون عندي هون R minus S، R minus T، S minus T، S minus R، T minus R، T minus R، T minus T minus S. إذا شكل الويف فورم شو الشكل اللي طلع معنا في النهاية؟ فكرة، خلينا نسأل سؤال، كم بلس في بهذا الشكل كل 360 درجة؟ ستة. ستة، ولذلك هذه نسميها 6 بلس ريكتيفاير. اوكي؟ هذه اسمها 6 بلس ريكتيفاير، والسبب انها 6 بلس ريكتيفاير انه في الاوتبوت ويف فورم في عندي 6 بلس. شو رايكم في هذا الدي سي؟ كويس الدي سي ها؟ دي سي هو دي سي لانه شوف كويس سؤالك نفهم دي سي. الدي سي هون عم يمشي التيار باتجاه واحد مظبوط؟ ما عم يعكس اتجاهه. هو مظبوط مش سموث، مظبوط انه في ريبل بس برضه بعتبره دي سي. اوكي واضح هذا التعريف اتفقنا عليه؟ هلا هو هذا بنسميه بلسيتنج دي سي او دي سي في ريبل. في شويه اي سي كومبوننت اذا بدك تسميها بهذا الشكل بس هو التيار ما عكس اتجاهه. شو مشكلته الاساسيه هذا الدي سي؟ في شوية ريبل هو طبعا عن كنترول لما بنروح على الكنترول بدنا نتحكم في ارتفاعه ما بنقدرش نتحكم بارتفاعه رح يطلع هيك لانه هذه الريكتيفاير عن كنترول بالارتفاع لكن هذا الدي سي في ريبل بس الريبل هذا احسن من الفول ويف بتذكرني الفول ويف كيف كان السنجل فيز فول ويف كان يعمل يعني شكله سيء جدا من ناحيه البلسيشن البلسيشن هون اقل اذا هيك احنا شو اللي بنيناه الان استعملنا 6 دايود و 3 فيز سبلاي بنينا 6 بلس ريكتيفاير وعملنا طلعنا منه دي سي ولذلك اذا انا بدي ان كنترول دي سي ان كنترول ليش؟ لانه انا ما حطيت هون لو حطيت هدول اس سي ار بحول هذا الان كنترول بحوله ل كنترول وهذا وقتها اتحكم في الافرج دي سي اوتبوت اللي بيطلع معي احنا بالحاله هاي كنترول فالدي سي اوتبوت اللي طالع معنا ماشي واضحه هاي الاناليسيس